كلام محترم وكلام جميل جدا الحقيقة طبعا فيما يتعلق بالقاله لنا الدكتور حسن غنيمة حكاية الطيارة الدرون دي اللي طلعت تصور طبعا هي الست بتاعة الاتحاد الافريقي اللي كانت موجودة لما كيروش وقف التمرين وقفوا كذا مرة لأن كل مرة يوقفوا وبعدين الطيارة شوية كده وتتحرك وبعدين بعد شوية ترجع تاني يكون هو بدأ التدريب لما يلاقي رجع تاني يوقف التدريب يعني طبعا انا الست بتاعت حد افريقيا اكدت له ان دي لدواعي امنيه ما اعرفش ايه الدواعي الامنيه يعني المفترض هذا هو ملعب في الكاميرون و... و... والجهات الامنيه في الكاميرون تعلم كل صغيره وكبيره عن هذا الملعب وعن محيط الملعب يعني لكن انا برضو مش عايز اكون سيء الظن واحط لكن لو حقيقي هم عملوا ده عشان يصوروا التدريب هذا امر سخيف لو حق هذا الامر حقيقي فعلا ده بامر سخيف جدا جدا يعني ان انت عشان احنا بنلعب على ملعبك اه تقوم انت ببساطه تطلع طياره درون دي وتصور وتعمل ده حاجه مش حلوه خالص لو ده حقيقي وفي نفس الوقت انا مش عايز اجزم لكن زي ما انا قلت برضو مش طبيعي ان انت تطلع عشان دواعي امنيه ايه هي الدواعي الامنيه ده ملعب كوره وفي تدريب ايه هي الدواعي الامنيه محيط الملعب اوريدي انت حط عليه قوات يعني انت عارف كل اللي حواليه الملعب فيه ايه يعني فا يعني ببساطه اذا صح هذا الامر فهو امر سخيف قولا واحدا يعني قولا واحدا طيب